اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتحول مع ردود الافعال كل من الكابتن سامي قمصان والكابتن محمد عبد المنصف من وادي دجله بعد الفوز نادي الاهلي وخساره وادي دجله بهدفين مقابل هدف واحد، ثم بعده مع الكابتن سمير عثمان وحلقه تحكيميه في هذه المباراه. ابقوا معنا. طبعا خلينا نكلمك في نقطتين. الاول طبعا كل المباريات اللي جايه ديت مباراه صعبه جدا على كل الفرق، مش الفرق المنافسه، مش الفرق اللي احنا نفسنا بس، الفرق المنافسه وكل الناس، كل الناس عندها اهداف مختلفه. يعني سواء بالنسبه لنا الصداره، وادي دجله بتلعب من اجل برضو اللي هي تهرب من القاع، فالماتشات فيها صعوبه جدا جدا لكل الفرق. يعني الحاجه الثانيه والاهم الحمد لله اللي احنا حققنا اساس نقاط مهمه جدا في توقيت مهم جدا زي ما انت قلت، بعد حاله من الاجهاد كتيره وواضحه طبعا بتاثر علينا، لكن الحمد لله برضو التغييرات بتدينا نفس شويه وتدينا استمراريه في الاداء، وده اللي الراجل بيشتغل عليه ودايما اللعيبه بنتكلم عليه. احنا عاوزين نحسم المباراه بدري عشان يبقى عندنا برضو فرصه ان احنا نعمل روتيشن كويس وندخل عناصر جديده تبقى معانا تدينا نفس اطول في المباريات وفي الاوقات المباراه اللي احنا بنلعبها. اعتقد كمان الفتره الجايه لو بنقسم المراحل لمرحلتين مثلا، هنقول ان طبعا عارف الاهلي بياخد كل مباراه لوحدها، لكن المرحله اللي جايه بقى خلاص في تساوي في النقاط، في المنافسه، في مباريات عدد اقل من المباريات. اعتقد الفتره اللي جايه محتاجه شغل مختلف ومحتاجه اعتقد يعني امور مختلفه. هتتعاملوا ازاي بقى في الفتره اللي جايه وان كانت مرحله مختلفه مع التنافس الان على بطل الدوري؟ انت عارف طبعا النادي الاهلي بيفكر كل ماتش بمباراته. يعني انت عندك 7 مباريات، اعتقد لا ان شاء الله لو ربنا كرمنا وحسبنا اعتقد ان شاء الله هتبقى تاخد الدوري، اللقب المحبب لجمهورنا، ونعرف قد ايه مهم بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهورنا، ان شاء الله بنقاتل عليه لحد اخر نفسه. فهو ده اللي كنا عاوزين نسعى له، ان النهارده الحمد لله اللي انت تبقى متصدر، وده نقطه مهمه جدا الراجل اتكلم مع اللعيبه فيها، ان مهم جدا النهارده تبقى متصدر الدوري نفسيا، تنقل الضغوط اللي عليك للمنافس، ودي حاجه طبيعيه جدا في الكوره. الحاجه الاهم الثانيه اللي انت بقى كل مباراه بالنسبه لك ان شاء الله لو تقدر تحسمها ان شاء الله هتبقى بطوله الدوري بالنسبه لك، هتبقى الحمد لله انت حسمتها. فهو ده الاتجاهين اللي احنا كنا بنفكر فيه، حققنا واحد منهم الحمد لله، اللي احنا الحمد لله اللي انت تصدرت الدوري بالمواجهات المباشره. الحاجه الثانيه بقى اللي احنا بنركز عليها ان كل مباراه بقى ان شاء الله بتقربنا خطوه اكتر. 7 محطات مهمه بالنسبه لنا ان شاء الله اعتقد نحققها، وان شاء الله اللعيبه قادره ان شاء الله اللي تعمل كده، ان شاء الله نحقق البطوله ان شاء الله الجمهور ان شاء الله. أنا توقيفة